السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي قناة شيرين نديم، مع موضوع جديد نتكلم فيه مع بعض إن شاء الله. كلام علي بقى النهاردة يملك السوق. النهاردة كلام على حاجة اسمها المثابرة، يعني الاجتهاد المستمر، يعني التصميم والإصرار على فعل الشيء. ممكن الواحد يكون عايز يعمل حاجة بسيطة زي مثلا كيكة أو نوع بسكوت أو طبخة، وبيكون في عقبات في سبيل تحقيق الحاجة دي أو إتمام الحاجة دي بشكل مظبوط. أحيانا حتى مثلا بيكون هو العقبة في طريقك، بيقولك ليه أنت هتعمل الحاجة دي، ليه يا عم شوف حاجة سهلة أحسن، انت ليه هتفتحي الفرن وتحرري الدنيا، اعملي حاجة كده تكون باردة على السريع. حد يعني ايه بيقف في طريقك او بيكون عائق في سبيل ان انت تعمل الحاجة اللي انت عاوز تعملها. بس مهم جدا ان الواحد لما يكون بالفعل من جواه عايز يعمل الحاجة، انه يصمم عليها ويفضل يدوحر كده ويفضل يحاول كتير مرارا وتكرارا ان هو يعملها وينجح فيها كمان. الموضوع ده بيحقق ثقة في النفس عالية جدا، وبيسبب احساس بالمتعة وبالسعادة، علشان الواحد يعني ده بيكون شكل من اشكال الانجازات الشخصية للانسان. لما تكون مثلا في موضوع بيستهويك، لازم تفضل تبحث فيه وتفضل تدور وتجيب معلومات وتتحرى الصدق في المعلومات جدا، وتدور على المصادر الموثوق فيها علشان تبقى واثق من نفسك وانت بتتكلم في الموضوع ده، وبالتالي ده بيكون برضو شكل من اشكال النجاح. لازم نقضي وقتنا وحياتنا في حاجات نكون احنا بنحبها او حابين نعملها، وما نديش فرصة لحد ان هو يمنعنا او يقف في طريقنا ان احنا نحقق الحاجة اللي احنا عايزينها. دايما تخطي العقبات بيكون شكل برضو من اشكال النجاح، علشان يعني زي لعبة الوثب بتاعت زمان، كان بيبقى محطوط لنا حواجز كده واحنا بنجري وبننط نعدي الحواجز دي، فبنحس بالمتعة والسعادة، بنحس ان احنا عندنا لياقة بدنية. دي برضو نفس القصة، لما حد بيجي بيقف في طريقك او حاجة عقبة، اي اوبستاكل بتكون في طريقك وانت بتتخطاها، ده بيكون شكل من اشكال الانجازات وشكل من اشكال النجاح، بيحقق للواحد متعة وسعادة كبيرة جدا لا يضاهيها. ان الواحد يستسهل ويقعد ويكسل وما يعملش الحاجة، او يستجيب للناس اللي بتقوله يا شيخ ما تعملش الحاجة دي، بلا وجع دماغ، مفيش داعي للتعب، اصل كده هنهدر الموارد، اصل كده هنعمل مش عارف ايه. خلي بالكم ان دايما اللي بيحاول يثبط الهمة بتاعتكم هو اصلا بيكون شخص فاشل او بيكون شخص كسول. فبلاش نستجيب للناس اللي بتشدنا لتحت، ولازم احنا نرفع نفسنا لفوق. حبيت ان انا اتكلم معاكم في موضوع الاصرار والعزيمة ده، والاستمرار في فعل الحاجة اللي احنا عاوزينها، لان انا نفسي حققت الحاجة دي النهاردة وعملت كوكيز بجوز الهند، وسعيدة جدا بنفسي انها نجحت وطلعت نتيجتها جميلة. فحبيت ان انا اقول لكم الفكرة دي عشان تطبقوها في كل الاشياء، حتى الاشياء البسيطة اليومية اللي انتوا عاوزين تعملوها، هتحسوا باحساس لطيف جدا وبمتعة ان انتوا انجزتوا حاجة كويسة استفدتوا بيها انتوا والناس اللي حواليكم كمان. شكرا.